وإلى دنيا الصحافة. أيوة دنيا الصحافة وآخر الأخبار كده في الصحف المختلفة والأخبار الرياضية في المواقع الصحف المحلية والعالمية. وزميلتنا مريم سميح زميلة العزيزة وهي موجودة دلوقتي في مقر جريدة الشروق. يا مريم بنصبح عليكي أنا وكريم وطلعينا كده ما لديكي من أخبار، وأكيد عايزين نطمن ونعرف كده كيف تناولت الصحف المختلفة كمان يعني أخبار المنتخب. تفضلي. صباح الفل يا نهاوند، صباح الفل يا كريم، ودايما بجدد صباحنا المميز جدا صباح 10 الصبح في الاهلي لكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. زي ما انت قلتي طبعا يا نهاوند، يعني من مقر جريده الشروق اغلب الصحف والمنشطات تناولت طبعا اخبار منتخبنا الوطني وكمان المنتخب الاولمبي، لان هم بصراحه يعني المنتخبين رفعوا راسنا عاليا امس بعد الفوز سواء على منتخب توجو او على منتخب البرازيل. البداية من موقع الشروق، نقطة تفصل مصر على التأهل لمنافسات كأس أمم إفريقيا. طبعا يعني أصبح منتخب مصر على بعد نقطة واحدة بس من حسم تأهله إلى كأس الأمم الأفريقية كاميرون 2022، ده طبعا بعد ما حقق فوز غالي أمس على منتخب توجو بثلاث أهداف مقابل هدف واحد فقط. يعني الصحيفة أو جريدة الشروق وصفت أن أداء المنتخب كان أداء رائع خارج الديار، وكمان تصدر المنتخب الوطني مجموعته وهي المجموعة السابعة بثمان نقاط بجانب جزر القمر، ويحتاج لنقطة واحدة فقط أمام في مباراة كينيا المقرر لها أن هي تقام في شهر مارس المقبل كي يتأهل لكأس الأمم الأفريقية. عايزين نقول أن الفراعنة خاضوا أربع مباريات، يعني كسبوا اثنين منها أو حققوا الفوز في اثنين منها وتعادلوا في اثنين منها ليحققوا ثمان نقاط. من موقع في الجول، الصدارة في قبضة الفراعنة، مصر تسقط توجو بثلاثية جميلة. الموقع يعني تناول المنتخب أو فوز المنتخب أنه هو أسقط منتخب مصر منتخب توجو مجددا بعد ما أسقطه يوم السبت الماضي، ولكن تلك المرة بثلاث أهداف لهدف بعدما فاز عليه السبت الماضي بهدف دون رد. افتتح محمد مجدي أفشة أهداف اللقاء في دقيقة 18، وبعد كده محمد شريف ضاف الهدف الثاني في الدقيقة 32، واختتم الأهداف محمود حسن تريزيجيه ثالث هدف في الدقيقة 52. سجل منتخب توجو الهدف الوحيد في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل من الضائع، ومصر باتت في المقدمة بالتساوي مع جزر القمر، وكينيا في المركز الثالث بثلاث نقاط، وتوجو في المركز الأخير بنقطة واحدة فقط. من موقع سوبر كورة، البدري الحمد لله ربنا أكد وجهة نظرنا وتعرضنا لنقد غير موضوعي. أكد حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، هو امبارح كان ليه تصريحات عقب انتهاء المباراة، هو شايف أنه الحمد لله ربنا نصره، وأكد وهو كمان كان على يقين وثقة في اختياراته رغم مرور المنتخب بفترات صعبة خلال الفترة الماضية. كمان البدري قال الحمد لله ربنا أكد وجهة نظرنا، وتابع أنه هو تعرض لنقد غير موضوعي خلال الفترة الماضية، وشايف أن النقد ده كان بعيد كل البعد عن الاحترافية وكمان عن يعني كرة القدم. زي ما احنا عارفين ناس كتير تناولت يعني يمكن ردود أفعال البدري، عدم أنه هو مثلا ما بيبتسمش، فهو كان شايف أنه كل النقد ده غير موضوعي ومش في محله لأنه هو بعيد كل البعد عن كرة القدم. قال كمان أنه هو تعود على ده، لكن هو ركز فقط في العمل لتحقيق الهدف، وهدفه كان هو الفوز وهو اللي حققه في النهاية. من بوابة الأهرام، بعثة المنتخب بتخضع لمسحة طبية فور وصولهم مطار القاهرة. يعني أفراد البعثة بعثة منتخب مصر فور وصولهم صباح اليوم الأربعاء بعد رحلة استغرقت ست ساعات على متن الطائرة، كلهم خضعوا كفريق وكمان يعني في مطار القاهرة كفريق. استقبلهم كمان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وكان حريص على أنه هو يستقبل
يقابلهم بنفسه ويقدم ليهم التهنئة. وكمان هم كلهم يعني خضعوا لمسحة طبية لفيروس كورونا علشان يطمئنوا على سلامتهم بعد العودة من توجو. من موقع مصراوي: عراقي وريان يحاولان تأخر المنتخب الأولمبي لفوز تاريخي أمام البرازيل. موقع مصراوي تناول فوز المنتخب الأولمبي أمام البرازيل أمس الثلاثاء، وقال إنه قلب المنتخب الوطني الأولمبي تأخره أمام نظيره البرازيلي بهدف لفوز بهدفين لهدف خلال المباراة اللي جمعتهم مساء أمس الثلاثاء ضمن منافسات الدورة الدولية الودية. تقدم المنتخب البرازيلي الأولمبي بهدف أول في الدقيقة 16 فقط عن طريق لاعبه رودريجز لينتهي الشوط الأول بهذه النتيجة. ده طبعا قبل ما يعود المنتخب الوطني الأولمبي للتعادل في الدقيقة 48 عن طريق كريم عراقي، قبل أن يسجل أحمد ياسر ريان هدف الفوز في الدقيقة 56. وكمان من موقع الوطن سبورت: لأول مرة في التاريخ مصر تفوز على البرازيل. تناول موقع الوطن سبورت بعد أن نجح المنتخب الأولمبي امبارح على البرازيل، قال إنه ده المرة الأولى لمنتخب مصر إنه هو يفوز على منتخب البرازيل سواء في أي مسابقة ودية أو مسابقة رسمية في تاريخ الفريقين على مستوى جميع المنتخبات والأعمار السنية المختلفة. ما ينفعش طبعا انه يعدي يوم من غير ما نطمئن على صحه يعني نجمنا النجم المصري محمد صلاح نجم ليفربول ونجم المنتخب المصري. صلاح من موقع الشروق: يطمئن الجماهير بعد اصابته بكورونا، واثق من انني ساعود قريبا. محمد صلاح امبارح الحقيقه انه هو حب انه هو يعني يطمئن كل جماهيره بعد تلقيه عدد كبير جدا من رسائل الدعم، وان جمهوره كان عايز يطمن عليه عبر حسابه الرسمي على تويتر. قال انه يعني اود ان اشكر الجميع على الرسائل الداعمه والتمنيات الطيبه، وكمان قال انه هو واثق انه هو سيعود قريبا جدا للملاعب. على المستوى العالمي من صحيفة بيلد الألمانية تحت عنوان الكارثة، كتبت الصحيفة أن يوخيم لوف مدرب المنتخب الألماني تلقى هزيمة مريرة من نظيره الإسباني بستة أهداف نظيفة، وهي أكبر خسارة بيتلقاها المدرب في مسيرته مع المنتخب الألماني. كمان أضافت بيلد أن ألمانيا أرادت الفوز لكنها تلقت درس قاسي ومرير جدا بعد الهزيمة في دوري الأمم الأوروبية. وختمت الصحيفة الألمانية يعني موضوعها أو تقريرها بأن يوأخيم لوف يمر بأعلى حاجة إفلاس في يعني تاريخه عامة وبعد 14 عام. كمان من ماركة الإسبانية عايزين نقول أن يعني الفرحة سيطرت على كل الصحف الإسبانية بعد الفوز التاريخي اللي حققه أمس المنتخب الإسباني. من ماركة الإسبانية: إسبانيا سحقت ألمانيا. كتبت ماركة أن الفوز الكبير اللي حققه المنتخب الإسباني على المنتخب الألماني ترك أفضل المشاعر لدى يعني الشعب الإسباني وكمان منذ فترة طويلة جدا. وكمان أشادت ماركة بالمدرب لويس إنريكي لاعبي المنتخب الإسباني خصوصا ألفارو موراتا. دي كانت جولة في أبرز الأخبار المحلية والعالمية وكمان أخبار منتخباتنا اللي شرفونا امبارح طبعا سواء المنتخب الأول لكرة القدم أو المنتخب الأولمبي. من موقع جريدة الشروق بشكركم جدا والعودة للاستوديو الآن.